Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
وبارك عليه وبعد فأقول هو سيدنا محمد
الطالب وسمه شيبة الحمد بلدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء العليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قطاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كنان كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك منظم فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى نبيه إسماعيل نسبته ومنتمى فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وحفظه المنتهى مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Oh.
الجاهلية أوردني الزين العراق